السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب وهران الجديد، ملعب هاتفي ميلود، ونتكلم على العشب الطبيعي تاع الملعب اللي من إنتاج شركة جزائرية تستعمل في فرنسا، وهي الشركة مناولة في وضع العشب الطبيعي في الملاعب الأوروبية، كمثال ملعب ريال مدريد، ملعب برنابيو. إذن شركة معترف بها دوليا، والعشب الطبيعي هذا اللي رانا نشوفوه فيه هو واحد من أحسن البلوز الأرضيات في إفريقيا. وكذلك للعلم أنه هذه الشركة نفسها اللي ظفرت بكل لي كونترا دو سوتريتونس نتاع الغازون في براقي، ملعب براقي، وكذلك في ملعب قسنطينة وملعب عنابة. إذن ننتظر أن يكون الأرضية تاع العشب الطبيعي في هذه الملاعب بنفس المواصفات اللي رانا نشاهدها في هذا الفيديو، اللي يعني الصورة تتكلم عن نفسها غنية عن التعليق. والسلام عليكم.